اسماعيل بناء على قرار المجلس الالهي لمعهد الدراسات العربيه تبعت لجنه الحكم والمناقشه من الساده الاساتذه الاستاذ الدكتور حسن سيد شحاته، الاستاذ الدكتور محمد محمود موسى، الاستاذ الدكتور وجيه المرسي ابو لبن. مقر المعهد يوم 2/2/2020 لمناقشه الدارس طلعت ناجح طلعت اسماعيل في الرساله المقدمه منه لدرجه الماجستير من المعهد قسم البحوث والدراسات التربويه وموضوعها برنامج الكتروني لتنميه مهارات القراءه الوظيفيه لدى العاملين بالفنادق في سلطنه عمان لغايه الناطقين باللغه العربيه. وبعد مناقشه الدارس طلعت ناجح طلعت اسماعيل مناقشه عالميه دامت من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 10 خلت اللجنه المداوله واصدرت التوصيات التاليه. يمنح الدارس طلعت ناجح طلعت اسماعيل درجه الماجستير في الدراسات التربويه من قسم البحوث والدراسات التربويه بتقدير ممتاز.